متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير والمحبة إليكم. النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الأول من شهر مارس آذار للعام 2021، جعل الله شهر خير وبركة عليكم جميعا. هذا الشهر الذي يتميز في المملكة ببداية تشكل السحب الرعدية، موسم يسمى باللغات المحلية وباللهجات المحلية بالمراويح. هذا الموسم الذي تنشط به السحب لا سيما في الجزء الأخير منه، تنتشر الحالات المطرية، تزداد عنفا في بعض الأوقات وإن كانت في بعض السنوات ومن سنة إلى أخرى متذبذبة، كما تبقى هناك بعض الهجمات الباردة يعني قادمة من الشمال موجودة، ولكن تزداد حدة الأجواء الحارة في بعض الفترات، تزداد فترة هذه الفترة تزداد الموجات الغبارية أيضا. هذه السمات الأساسية لشهر آذار في المملكة العربية السعودية. هذا الأسبوع يتوقع أن يكون أسبوعا متقلبا، وهناك مرور لمنخفضات جوية علوية في المنطقة الشمالية من المملكة تنشط على إثرها بعض الحالات المطرية، لكنها ما زالت حالات محدودة النطاق وليست حالات واسعة النطاق. نبدأ هذه النشرة الجوية الأسبوعية بحالة الطقس الأحد. إذن الأحد هناك فرص لأمطار في المناطق الشمالية من المملكة، هذه الحالة طبعا ناتجة عن وجود منخفض جوي علوي قادم في المنطقة الشمالية، بالإضافة لنشاط واضح للأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. أجواء مغبرة في المنطقة الوسطى إلا أنها مستقرة في غرب وشرق المملكة. درجات حرارة 27 في العاصمة، 18 في المنطقة الشمالية، 19 في تبوك، 19 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، 23 في الدمام، و26 درجة مئوية في جدة. يوم الاثنين هذه الحالة الماطرة تنتشر للمنطقة الشرقية والوسطى مع بقايا الأمطار الرعدية حاضرة بقوة في المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة. تصبح العاصمة الرياض على موعد مع فرصة ضعيفة إجمالا لأن تهطل بعض الزخات المحلية من الأمطار، لكنها تحت المراقبة. كما هناك فرصة لأمطار على السواحل الشرقية من المملكة مع أمطار رعدية كما ذكرنا في جنوب غرب المملكة، مع حدوث يعني استقرار على درجات الحرارة، 19 في الشمال، 20 في تبوك، 26 في جدة، 26 في العاصمة، 24 في الدمام، 17 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. يوم الثلاثاء يستقر الطقس في أغلب ومختلف مناطق المملكة مع بقاء فرص ضعيفة لأمطار محلية في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، مع تراجع بسيط في درجات حرارة في المنطقة الوسطى، تسجل مثلا في العاصمة 25 درجة مئوية، تكون 27 في جدة، 22 في تبوك، 22 في المنطقة الشمالية وحدود الشمالية، 25 في الدمام، و19 درجة مئوية في مرتفعات جنوب غرب المملكة. يوم الأربعاء لا تغيير يذكر، أجواء مستقرة في كافة المناطق، درجات الحرارة تقريبا في ذات المستويات، الأجواء تميل للدفء في ساعات النهار، باردة في ساعات الليل باردة نسبيا بحسب المنطقة، تكون 26 في الدمام، 27 في العاصمة وجدة، 21 في تبوك، 23 في المنطقة الشمالية، و19 درجة مئوية في مرتفعات جنوب غرب المملكة. أما يوم الخميس فيتوقع أن يقترب منخفض جوي من المنطقة الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى نشاط الرياح في المنطقة الشمالية وارتفاع واضح في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، فتصل في العاصمة إلى 30 درجة مئوية، وبالتالي تميل الأجواء للحرارة، تتراجع في جدة إلى 24، 19 درجة مئوية في مرتفعات جنوب غرب المملكة، 26 في الدمام، 18 في المنطقة الشمالية، و17 في تبوك، مع تراجع واضح في درجات الحرارة في هذه المناطق ونشاط في سرعة الرياح. ويوم الجمعة تقريبا هناك فرص لبعض الزخات من الأمطار في المنطقة الشمالية من المملكة تحت المراقبة، هناك منخفض جوي علوي يمر من هذه المناطق قد يؤدي لهطول الأمطار في منطقة الحدود الشمالية والجوف، ولكن باقي المناطق الأجواء تكون مشمسة ولكن مع حدوث انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرق شاسع، حيث تهبط إلى 22 درجة مئوية في المنطقة الوسطى، 21 في جبال جنوب غرب المملكة، 23 في الدمام، 18 تبقى كما هو الحال قبل بيوم في المنطقة الشمالية، 20 في تبوك، وترتفع في جدة إلى 30 درجة مئوية بسبب نشاط في الرياح الشرقية. إذن هذا هو ملخص الأحوال الجوية المتوقعة لهذا الأسبوع، الأسبوع الأول من شهر آذار مارس لهذا العام. طبعا ترقبنا أيضا هذه الليلة وغدا بالنشرة الجوية الشهرية التي تتناول بها توقعات الأحوال الجوية من مركز طقس عرب لهذا الشهر في شبه الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية. أتمنى لكم جميعا شهرا مباركا ونهارا سعيدا أينما كنتم، وأوقاتا مباركة، دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.